إثارة، متعة وتشويق وفنيات عالية من زوز فرق هو العنوان الأبرز لدربي العاصمة. الإطار هو الجولة الثالثة لمرحلة التتويج لبطولة كرة اليد، والعنوان هو الامتياز لدربي العمالقة بين الترجي والإفريقي. الترجي من أجل الانتصار لضمان أوفر الحظوظ للحصول على لقب البطولة، والإفريقي ما يرضيه كان الفوز لافتكاك المركز الأول من جار الترجي والاقتراب من التتويج. الشوط أول كان فيه النادي الإفريقي جاهز على كل المستويات، حراسة مرمى من طراز عالي لإدريس لدريسي، نجاعة كبيرة لخالد الحاج يوسف ومحمد السوسي، زيدهم الانضباط التكتيكي، لكلها ظروف خلات النادي الإفريقي يكون هو المسيطر في مجمل ردهات الشوط الأول. بعد 1-1 على مستوى النتيجة، أبناء باب جديد يساعدوا في الفارق 9-6. الترجي في وضعية حرجة، السواعد ما هي جاهزة في هالفترة اللي كان فيها العامل الذهني غايب على أكثر من عنصر، لكن المحمودي والعلويني والستاري خذوا على عاتقهم بعض الكرات وعدلوا نتيجة على مستوى 9-9. واللي كان خير في هالشوط هو الإفريقي اللي عرف كيفاش ياخذ الفارق من جديد وينهي الفترة متقدم ب 12-9. نفس السيناريو وبنفس النسق، النادي الإفريقي يدخل الشوط الثاني ويستغل كل هفوات الترجي ويعمق في الفارق، وأمين بنور كان ناجح كساعد وما لقالوش حل دفاع الترجي. تايم اوت في وقت وياخذوا المونج البناني ويعمل بعض التحويرات على تشكيلة الترجي. عامر محمود، حسام حمام وجيلاني مامي عطاوا التوازن ورجعوا الترجي في السكة الصحيحة. صلح الدفاع وخدم الهجوم ونجاح يسري الغالي في أكثر من مرة من مغالطة إدريس لدريسي. جرين تكبير الأبناء الأحمر والأصفر مكنتهم من تعديل النتيجة، وأنيس المحمودي كان متميز في أكثر من مرة. الإفريقي سجل والترجي عدل 25-25 و40 ثانية مازالوا على نهاية المباراة. وقت مستقطع آخر للبناني كان فيه برشا ذكاء، الكرة تدور مليح وتوفوا على المحمودي مع آخر ثانية، وبخبرته الكبيرة يهدي انتصار للترجيين اللي يخلي حظوظهم وافرة للفوز بلقب بطولة هالموسم. فوز مهم للترجي التونسي في اللحظات الأخيرة خليه يخطو خطوة كبيرة برشا نحو التتويج. هذه هي المباراة، مباراة كما شاهدتوا تقريبا كانت مباراة ممتازة، 60 دقيقة كانت روح رياضية عالية بين اللاعبين على أرضية الميدان، إلا أنه بعد المباراة اللي صار وكونه في ردة فعل، في ردة غضب حسين قندور على الأداء الحكام، بعد الحكم يقول حسين قندور اعتدى عليه، حسين قندور يفند، بعد الحكم بعد ما قال اعتدى عليا وضربني ونسيت سويت، بعد جي الحكم لهنا يخرج على الوسائل الإعلام يقول لا ما ضربنيش ما صار حتى شيء. هابش نشاهدوا هذه الصور واللي صاروا كونه بتعالة كونه أحد أعضاء الهيئة الأعضاء الجامعة في معناها مركز مهم في الجامعة يتدخل ويفرض على الحكم تغيير الأقوال متاعه. حسيلوا اللي صار حاجة، صارت لخبطة خايبة وخايبة برشا، لأنه ما نحبوش هكا يصير في كرة اليد، خاصة وقت نشوفوا أجواء ممتازة، زوز فرق كانوا ممتازين، الحكم كان أخطأ أو أصاب، المسؤول أخطأ أو أصاب. هاو شاهدوا هذه الصور ثم نرجع على القليل بعد في بلاتو. نقولوا ديربي أوفا بكل وعود اليوم. والله هذم ديربيات والشهر متاعنا نظول كل يوم بسمرانس في ماتش كين هكا فهمني، لكن حبينا نوريه واللي الترجي اللي حتى ما زعم الديفرانس بتاع 5 بوان ما قعدنا نلعبوا لاخر دقيقه مال قليل الاولاد دوم مش في نهار بكل صراحه نقولها، لكن الحمد لله الايمان بالله والايمان بانفسهم اللي هم النجم يربحوا. النادي الفريق يقدم مباراه كبيره كان ينجم يفوز فيها، لكن الحظ جاء للترجي، مبروك علينا، والبطوله هذه بقدر ربي ما تهربش من باب السوق. تعبنا برشا في الماتش هذايا، واول واحد نهديه له الانتصار هذايا يوسف حمد اللي وقف معنا برشا وجمهور الترجي العزيز. الحمد لله انتصرنا اليوم، يظل لي فما مازال عنا مشوار طويل، يلزمنا مازال ما ربحنا شيء، مازال قدامنا بوانات اخرين باش نربحوهم ان شاء الله البطوله عنا ان شاء الله. فيزيك، تكتيك، تكنيك، اكسبلوا انديفيديوال، كل شيء موجود.
ما احنا ما عرفناش نربحوا اليوم، ما عرفناش نربحوا، نتحملوا مسؤولياتنا. مازال عندنا كوب، مازمناش نهبطوا ايدينا، مازال عندنا كوب لازمنا نخدموا نحضروا. خساره مازمناش تاثر فينا، مازال عندنا باركور كبير تاع كوب باش نحاولوا نعاودوا نغفلوا لساقينا ونخدموا قد ربي. ان شاء الله يا ربي يجيبنا في السواب، وان شاء الله ان شاء الله نتوجوا. عملنا كل شيء، ما يغلطنا برشا غلط، لازم نصلحوهم. تو الشامبيونات 90% معناها سيء، مشات على روحها. تو ركزوا على ماتش الكوب ان شاء الله السبت الجاي، ما باش ما نطلعوش يدينا فارغ. احنا اليوم عملنا كل شيء، عملنا كل شيء باش نخلص كوره، عملنا كل شيء باش نربحوا في الاخر. عطيناهم احنا الطرح باش تكون رابح 5 بوان بعد تخسر. نقول يمكن مونك ديكسبيريونس، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتفاداو في الكوب ان شاء الله. شنو صار بينك وبين أنيس محمود؟ والله أنيس محمود انفعل في وقت وأنا حبيت أريضه، فهمتي؟ وزاد فهمتي من زاد انفعل معي أنا، أن في وقت متاع 5 دقائق يزمو يريض، وقت هو يحكم في الكورة، مانيش أنا نحكم فيها، يزمو يريض روحه الماكسيمو. سبا أنيس استأنسنا به وولدنا أنيس، مش مشكلة ذيك كله يتنسى، مفيد كي ربحنا اليوم، سامحنا كان صار تشنج وعينا ذيك وشيطان حضر، الحمد لله اللي خرجنا منه، وإحنا خويانا ذيك بابا ذيك. نادي الافريقي ضيع الطرح، اما فما خلفيات وراء هذا، علاش ضيعناه الطرح؟ خلفيات خلفيات هاك شفت انا، فما قرصات، فما واحد اللي خليه ديما التحكيم التحكيم تحكيم حاله التحكيم. احنا وصلنا ما عادش عندنا، احنا كي نجيو نقعدوا فما ثلاثه من الناس تروا بير هما اللي زفروا، معناها تونس راهو يلزمها عندها. وشنو التحكيم هذا كل ولا في صفاقس؟ شنو هذا؟ وين الجنوب؟ وين الوسط؟ وين التونس؟ تونس معنا حد في التحكيم يا خويا، وين الخدمه؟ وين الخدمه؟ ما يتقدمش الهوندبال هكا راهو، احنا كل على الهوندبال، عشنا فيه الهوندبال وتمرمدنا فيه وكلينا فيه التراب وكل شيء. انا قلبي وجعني هكا تشوف نيفو تي، هذوما ناس حتى سبوري ترافاي ما يزفروش، مش مقابلة نادي الافريقي وترجي الرياضي. اضربني هو اضربني يضربوا هذا عندك. حاتم شنو اللي صار بالضبط؟ والله رئيس الفرح هبط واعتدى على الحكام وسب لنا الام اللي عيب يعني. انا الكره اللي نحبها برشا، اما اذا كنت تسب بالمستوى هذا، المستوى هذا لا سيرتو الام، الام عزيزه وغاليه تضرب تتسب الام، فالحديثه ماشي حديثه لازم سبورت